السلام عليكم ورحمة الله. النهاردة بأمر الله هنعمل ناجتس الفراخ، هنعمله بطريقة جميلة جدا وبربع كيلو من صدور الدجاج بس وبطاطسايه مسلوقة. هنعمله بطريقة جميلة جدا وهنشوف في الآخر طلع معانا كمية حلوة ما شاء الله. هنقطع طبعا، لازم بقى عشان ايه يتطحن ويكون ناعم خالص لازم يتحط في الكبة صغنن، ما تقطعهوش كبير، ماشي؟ صغنن كده كأنك بتعملي مكعبات، او لو عايزة هاتي شاورما وحطيه على طول في قلب الكبة. بطاطسايه طبعا ما بتتحطش نية، ماشي؟ بطاطسايه بتتسلق وتكون مسلوقة سلقة كويسة يعني لمدة 10 دقايق عشان خاطر تبقى ناعمة مع قطع الدجاج. بصوا قطعت الفراخ تقطيع صغنن كده، وادي البطاطس اهو. التوابل بتاعتها بقى نص معلقة فلفل اسود، معلقة ملح، كاري، كركم، الكركم هيديها لون جميل جدا، نص معلقة كمون، نص معلقة بصل بودر. دي التوابل، ماشي؟ حطي بقى المقادير بتاعتنا الأساسية، معلقة من النشا. خليكم حافظين ان ده ربع كيلو من الدجاج، يعني لو نص كيلو هتحطي له معلقتين من النشا والمعلقة تكون ممسوحة. معلقة من الدقيق ده بيساعدها على التماسك، ماشي؟ عشان ما تفككش معاكي اثناء القلي. المقادير اللي احنا بنحطها الاخرانية دي ده اللي بيساعد الناجتس يبقى معاكي متماسك، ما يكونش مفرول اثناء القلي. معلقة لبن بودر، بس معلقة كبيرة حلوة كده. معلقة من الفيجيتار الحار. خليكم حافظين المقادير اللي احنا بنحطها دي عشان يطلع معاكي متماسك وطعمه حلو في نفس الوقت زي بتاع المطاعم بالظبط. فطحنه بقى طحنة حلوة في الكبة، لازم يكون ناعم معانا ما يكونش خشن. هطحنه دلوقتي ونرجع بقى نكمل بقية المقادير. بصوا ما شاء الله ناعمة جدا اهو، هسيبها كده. نعمل بقى الطبقة الخارجية المقرمشة بتاعتها. بصوا انا عاملة بقسماط خشن وعاملة بقسماط ناعم اللي عملناه مع بعض في القناة. البقسماط الخشن بحتاجه بقى للوصفات دي، بحتاج البقسماط الخشن ده للناجتس بس فقط لا غير، بحتاج البقسماط الخشن للناجتس، فبعمله خشن كده وبخلي الناعم للفيجيتار، بعمله بقى للبانيه للحاجات دي، وساعات برضك بستخدم ده. نيجي بقى للطبقة بتاعتنا. هحتاج ربع كوباية لبن، بيضاية واحدة، هحط رشة ملح كده، وهحط رشة فلفل اسود عشان تضيع زفارة البيض خالص. هعمل البيضة كده، هخفقها قبل ما احط الدقيق. هحط معلقة دقيق ومعلقة نشا، ماشي؟ ده اللي هيحافظ لك على الطبقة الخارجية بتاعتها ما تقعش، يعني ده هنعمله قبل ما نحطه في البقسماط، او لو هتحطيه في الكورن فليكس يبقى الطبقة دي عشان تخلي الطبقة الخارجية ما تقعش اثناء القلي. حط معلقة نشا او اقل من المعلقة كده، معلقة دقيق او معلقة ونص، وهقلب بقى لحد ما الدقيق ده والنشا يختفوا والقوام بتاعها يتقل. بصوا كده اهو مفيش تكتلات فيه. نجيب بقى معايا صاج صغنن كده وحاطه فيه كيس مشمع او ممكن ورق زبده ودهناه زيت عشان الناجتس ما يلزقش في قلب المشمع كده. هدي ايدي زيت كده عشان اخد القطعه. بصي بقى، بصي ناعمه ازاي. لو ما طلعتش معاكي ناعمه كده مش هتطلع زي المطاعم خالص، عشان بس ما تلزقش في قلب ايدك، عشان طبيعي هتلزق من مكونات والمقادير اللي حطيناها فيها هتلزق معاكي. شكليها بقى حسب ما انت عايزه اهو بنفس الطريقه كده، واعملها زي الكفته، وبعد كده اضغط عليها كده اهو، واقوم ضاغطه عليها كده
اهو، وهحطها بردك كده. اعمل واحدة تاني معاكم، ادي ايدي زيت اهو كده. لو مش عايزة البطاطس استبعديها خالص. بصوا نطلع بقى اللي احنا حطيناها الاول. استخدمي الشوكة معاكي عشان خاطر ما تاخدش معاكي كمية كبيرة من البيض. نفس الطريقة كده ونقوم حطيناها في قلب البقسماط وعاملين كده عشان هي هتلزق. نتأكد بس ان احنا مغلفينها كويس اهو شايفين كده. وارص بقى الكمية بتاعتي، اعمل معاكو واحدة تانية وكمل بقى الكمية عشان لسه هنسيبه في التلاجة نص ساعة يمسك وبعد كده نقليه في الزيت. مش شايفين كده؟ تغلفيها كلها عشان دي اللي بتدي القرمشة من بره كده، وحطها جنبها. هكمل بقى الكمية ونرجع نحطه في التلاجة نص ساعة وبعد كده نقليه. بصوا خلصت كله ما شاء الله، من ربع كيلو بانيه طلع لي 15 قطعة، والقطعة شايفينها كبيرة ما شاء الله قد ايه، من ربع كيلو بس، يعني نص كيلو هيطلع لك ما شاء الله 30 قطعة زي الجاهز بالظبط. هسيبه بقى في التلاجة نص ساعة بالظبط. هعمل انا الكاتشب البيتي، بعمله بطريقة جميلة جدا، ولو عايزة الطريقة كمان هسيبها لك في صندوق الوصف، بس انا مش هعمله معاكم عشان الفيديو ما يطولش. الطريقه بتاعت الكاتشب هسيبها لك في صندوق الوصف ان شاء الله. نص ساعه ونرجع نقليه في الزيت ان شاء الله. حطيته في التلاجة اهو، هقدر اشيله بكل سهوله. وادي الزيت، لازم بقى الخطوه الاخرانيه دي اهم من الخطوات التانية، ماشي؟ يعني الخطوات التانية بردك مهمه، بس النقطه دي مهمه جدا. الزيت لازم يكون سخن معاكي عشان يطلع قطعه البانيه مقرمشه معاكي. اول ما الزيت يسخن ابتدي اهدي عليه النار عشان بردك ما يتحرقش، هتلاقيه اتحمر من بره ومن جوه ني خالص. يبقى الزيت بس يسخن وبعد كده نهدي عليه النار. بصوا ابتدي بقى شايفين كده، وما تزنقيش عشان كل حاجه تستوي براحتها. بس اربع قطع كده، نقلي اربعه في اربعه كده حتى ما نخلص الكميه بتاعتنا اهو كده. هدي عليه بقى النار خالص واسيبه بقى يستوي براحته عشان خاطر من جوه بردك يبقى مستوي. 3 4 دقايق ونرجع نقلبه على الجنب التاني. بصوا نقلبه بقى شايفين، بصوا لونه جميل جدا عشان ما هديه عليه النار خالص اهو كده. بصوا متماسك والزيت صافي اهو، ما شاء الله مقرمش جدا. بردك 3 4 دقايق والنار، بصوا بصوا النار هاديه ازاي، 3 4 دقايق بردك ونطلعه ونحط طاسه تانية وبعد كده نقدمه. بصوا ما شاء الله عملت ال 15 قطعه، بصي مقرمش ولا فيه زيت ولا اي حاجه، شايفين؟ بصوا بصوا من الداخل عامل ازاي، بصوا ما شاء الله جميل جدا. ونشوف الكاتشب بقى البيتي بتاعنا، بصوا الطريقة بتاعته هسيبها لك في صندوق الوصف ان شاء الله. وادي قطع الناجتس كلها اهي، بصوا ما شاء الله 15 قطعة من ربع كيلو، جميل جدا وما خدش في ايدينا وقت. طريقة النهاردة سهلة وسريعة، يا رب تنال اعجابكم. لو عجبتكم طريقة النهاردة وما تنسونيش باللايك والاشتراك والدعوة الحلوة، والسلام عليكم ورحمة الله.